قال المناوي رحمه الله في فيض القدير قال كلاما جميلا، قال: وقد تكلف من صرف الحديث، حديث ابن عمر، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، قد تكلف في صرفه عن ظاهره. إن كان يستدل برواية مسلم أفلح وأبيه إن صدق، ولنا مقطع متكامل في الموسع أوسع من هذا موجود في القناة، إن كان يستدل بهذا فيلزم بأن يقول بأنه جائز أو على الأقل مكروه جمعا بين الأدلة كما قال بعض المالكية. وإن كان يعتمد على حديث لا تحلفوا بآبائكم فيما مضى على أنه للتحريم، فلا يمنع أن يكون المحرم شركا، بدليل أكبر الكبائر الإشراك بالله. قوله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يعني أن المحرم لا يكون إذا أتت أدلة أخرى، لا يدل على أنه يبقى على التحريم فقط، بل قد يرتقي إلى الشرك بالله عز وجل. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا